السلام عليكم، انا قايدة السعدية من جمعة سحيم. انا واقعة في واحد المشكل، بديت من الزيرو ودرت الدار، درت البهايم، درت القرعات، خدمت الكروشي، خيطت، ما خليت، ما درت تجمعت قيمة الدار، درتها فعلا وكتبتها الراجل في سميتو. في 2012 جا من برا، كان هو كيمشي برا ادمان شرابو حشيشو. 2012 جا كيكميو واحد السيد كيسكر هو وياه صاحبه. واحد النهار في 2016 تلقيت الاوراق ديال الدار، ودير الدعوة تاع التشريط، قال هاد السيد باغي يبيع الدار يشردني، كنسمعها من عند الناس. لقيت الاوراق ديال الضو ديال الماء مجموعين في الدار وتصريح بالبيع. هزيت هذاك التصريح بالبيع، مشيت عند المحامي، قلت لي كيفاش، مشيت القضاء أسرة عند رئيس التوثيق، قال لي هذا ماشي بيع. ورجعت في حالي للدار، مشيت لدار الضريبة، بقيت واقفة من جوج في شهر 12 وانا واقفة في دار الضريبة، وطلبت الناس، قلت لهم السيد راه كيشرب، وجا سكران لدار الضريبة وشافوه وطلبتهم، قلت لهم ما تخرجوش الورقة. السيد جايبو مسكرو، كالي لي كورصة ب20,000 ريال من الاسفي للجمعة، ومن عسو الله وتبعتو. وطلبتهم قلت لي ما ودي ما تعطوش تصريح بالتسليم، تسليم ما تعطوش تسليم. وفعلا عطاوه لي، وملي خرج عندي السيد قال لي اش واقفه ديري، قلت له انا عاسه على التسليم باش ما يدوش، قال لي داوه وهرب، ركب في الطوموبيل وهرب. واحد شد فيه 20,000 ريال، واحد 16,000 ريال باش خرجوا. معاه وكيبيع الحشيش، وولده كان مشدود 4 سنين، يلا خرج. هو اللي دار هاد الشيء، هو اللي خرج سليم بداك السينية اللي تسينية في الصريح بالبيع. جابوا للدار والعدولة ديال الجمعة ما بغاش يكتبوا ليه، ومشى جاب داك العجيلي عبد الرحيم الشعابطي من اسفي مع 3 نهار، وكتبوا عليه تصريح بالبيع، وبقاو حابسين الراجل شي 15 يوم ما شفتو. حتى نهار اللي دا التسليم، اللي دا التسليم مشيت لقيتو في نص نهار كتب، نهار 21 داه كتب، ووثق في نص نهار وسجل في نص نهار. وكندخل عند قاضي التوثيق كنقول ليه واش هاد الرسوم كاين، كيقول لي لا باقي ما دخلش، عندنا تاع شهر 12 كاين عاد تاع شهر 11. وقلت لي عاودت لي، قلت لي راني درت الحز، قال لي جيبيه ليا وتعامل معايا مزيان. وفعلا مسيت جات الحز طردني وجرى عليا، قال لي جرى عليا، ما عطانيش وقت كيما عطى ليا في الوقت في هذيك الساعه، بالله خاد هو الفلوس ووثق ليهم. رجعت عند رئيس المحكمه قلت لي وثقوا، قال لي هما داروا شغلهم وانت ديري شغلك، ديري ابطال البيع. فعلا درت ابطال البيع ودرت الحجر، بقيت ساكنة في الدار، وأنا بقى ساكنة فيها لحد الآن. دابا دار لي الطرد، دار لي الطرد. دابا الدار هو باعها شي واحد خويا. اه دار لي الطرد، الدار قالك باعها ب24، و24 ما عطيناش لي، الدار ماشي ديال 24، والدار أنا ساكنة فيها. ومشيت للسيد، لقيت صاحب البيع، ومشيت طلبته، وقلت لي راني ساكنة في الدار، لا كنتي شاد عند راجل شي فلوس، خذهم من عندو. مشاو عندو الناس من الباشوية، السيد ما عطانيش وقت، ما شافش فيا. دابا دار لي الطرد وتحكمت، قال لك في صالحه، كيجري وكيعطي في الفلوس، ما كاينش القانون. انا كنجري، حتى واحد ما شاف فيا، ما عطاني وقت، انا ما قاري ما والو، عدي بنياتي قاري، الحمد لله قريتهم راسي قريتهم، هما خدامينش. ولدي خرج من السنه الثانيه من الكليه بسبب هاد المشاكل. انا دابا غنتلاح في الزنقه، وزاد حرقني ودعاني ودار ليا، دار لي جنايات، وانا يا ما في راسي والو، كنمشي 40 كيلومتر كنخدم في السردين، دار لي جنايات بلي انا اللي حرقت الدار اللي ساكنه فيها، وانا ما حرقتهاش، هو اللي حرقني ماشي، وانا ما دعيتو ما والو. قلت ما ربنا هاد سيدي تراجع ويمشي عند الراجل ياخذ فلوس، لا عطيه شي حاجه، ونبقى انا ساكنه في داري، ما بغيتش نخرج معاه حتى لشي حاجه. تداعيني قالك غيقدموني جنايات، انا اللي حارقه الدار، وانا ما حارقه، ما كنتش كاع، كانوا غيتحرقوا ولادي، وتحرقوا لي حوايجي، بنتي وولدي اللي كانوا في الدار، وتحرقوا لي حوايجي اللي كان ملك، كل شيء تحرق، حوايج ولادي الماري وكل شيء تحرق. ولكن انا عمرني ما تحرقت ولا حرقني شي حد، الا هو عدو ولده يلا خارج من الحبس.
انا كنطلب من اللي كيسمعني يوقف معايا، بالله هذا الراجل بغى يلوحني في الزنقه. دابا هما دايرين لي الطرد وانا دابا استانفتها، وكنطلب اللي كيسمعني وصاحب الجلاله وكبير وصغير اللي كيسمعني والمسؤولين وقضاء اسره ولا سلمى يوقفوا معايا. ورا ما كاينش القانون، انا ضربت 36 عام ديال الجواج وديت مع الراجل من الصفر تقص في الزنقه، وكنجري وكنمشي عند الوكيل وكنقول لي انا غنتشرد ودايره دعوه التشريد، وفي الاخر غنتشرد انا وولادي بسته. كنطلب من المسؤولين وصاحب الجلاله بغيت تلحقوا هذه الرساله ولاله سلمى يوقفوا معايا. انا كنعاود نطلبكم واي واحد سمعني يوقفوا معايا، انا بغيت نبقى في داري، ما بغيتش نخرج من داري. انا كنطلب اللي كيسمعني كبير وصغير والمسؤولين واللي فيه الرحمه، وكنوجه النداء لصاحب الجلاله ولاله سلمى، كنتو كتسمعوني وانا كنعاودها. انا بقيت في الزنقه انا ولادي، والقانون راه ما كاينش، انا ما قارياش كندخل المحكمه ما كاينش اللي عطاني وقت. كنشكركم. ما مطلقه ما والو، بعد الدار زاد ضيع في الزناقي، وانا هو اصلا مدمن على الخمر وعلى الحشيش وعلى كل شيء، كل شيء الحوايج كيديرهم، وانا ما كنكذبش ولا كذبتوني تابعوا هذا الشيء. انا ما مطلقه ما والو، وبعد الدار خلاني دابا انا ولادي في الزنقه، غنتقاص في الزنقه ما عنديش فين نمشي. شحال هذه هو غايب عليكم؟ ما شفتوش دابا؟ راه دابا باش بعد الدار عام عام، باش بعد الدار عام يعني مني بعد الدار ما شفتوش نتوما؟ لا راه كيجي كيقول لك راه نصبوا عليا دارو وكيمشي. كيفاش نصبوا عليا؟ قال لك سكروني وكتبوا عليا انا ما كنتش باغي نبيع، بقاو عليا هذا الشيء اللي كيقولوا. هو الشعار قلت لي ما ودي ما تكملوش الكتبه، وهما اللي كملوا الكتبه، هو اللي شرى. دابا هو واحد سينا في التصريح بالبيع، وداك التسليم ما خرجوش هو، خرجوه هما، خرجوا اللي شرى، وري خرج التسليم هو اللي دار كل شيء بالفلوس باش خرجوا. عاطي الناس الفلوس باش خرجوا، واحد شد فيها 20 واحد 16000 ريال، وانايا نضل واقفه في دار الضريبه من جوج في شهر 12 حتى 21. خرجوه في نص نهار، وثقوا في نص نهار، سجلوا في نص نهار. قاضي التوثيق جرى عليا قال لي ما عندناش هذا الرسم، هو اللي وثق لي. هادشي اللي كنطلب من الناس اللي سمعني، وانا كنصيفط النداء لصاحب الجلاله لاله سلمى يوقفوا معايا. راني غنتشرد انا وولادي، وراني دايره دعوه التشريد، وكندخل عند الوكيل كيقول لي بيت الزوجيه ما في بيع ما في شراء، وزيدوا انت عندك البنات، الدار ما تباعش، وفي الاخر تباعت الدار، وانا دابا باقا في الزنقه، وانا راني باقا ساكنه في الدار، ولكن راه باغي يدير لي، باغي يخرجني افراغ. هادشي اللي كنقول. مول الدار اللي شرا هو اللي باغي يدير. دار لي الافراغ، راه تحكم في صالحه، وطالب مني 120 الف ريال تعويض، ودابا باغيين يقدموني. قالك عيطوا عليا البارح باغيين يقدموني جنايات، انا حارقه لي الجليج وحارقه لي الشراجم، وانا ما يمكنش نحرق الدار وانا ساكنه فيها وولادي فيها. هادشي اللي كنطلب من اللي كيسمعني يوقفوا معايا، يوقفوا في جنبي، انا باغا نبقى في داري. هادشي اللي كنطلب. شكرا، الله يسهل عليكم، واللي سمعني يعاونني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.